مبارك عليكم افتتاح هذه المدارس وفق هذه الرؤية، مدارس الفرح النموذجية والتي خصصت لأبنائنا وبناتنا من الأيتام، سواء كانوا من ذوي الشهداء أو من الوفيات الطبيعية. دائما نأكد أهمية العلاقة بين المتصدي بالحكومة الاتحادية أو الحكومة المحلية مع المواطن. واحد من أهم الأسس لبناء هذه العلاقة وهذه الثقة هو أنه يشعر المواطن أنه الموجود المتصدي حريص على المال العام، يستخدم هذه الأموال في مكانها الصحيح، بدءا من التخطيط ومن ثم الإدارة، إدارة هذا المشروع ومتابعته بالشكل الصحيح.